النور. صباح النور. صباح النور. كيف كنت؟ بداية ليه المشاكل المادية ممكن تعمل أزمات حقيقية في الأسرة؟ لأنه هي من أهم أسباب الاستقرار بالعائلة. الأسباب المادية هي أساس استقرار العائلة من الناحية اللوجستية. يعني كيف بدهم يمشوا، كيف بدهم يكفوا حياتهم، كيف بدهم يأمنوا بيت، كيف بدهم يدفعوا مصاريفهم، مدارس، تعليم، كل هالقصص. فهي الأزمة المالية هي من أهم الأزمات اللي بتعرض لها الأسرة، وبتحط الأسرة قدام تحدي كتير صعب. يعني مشكلة منا سهلة أبدا، وممكن تأثر تأثيرات كتير سلبية على العائلة وعلى ارتباطاتها وعلى تفككها أو تماسكها. يعني ممكن تعمل ردة فعل كتير إيجابية وتتماسك العائلة أكثر، وممكن تفكك العائلة أكثر. نعم. حسب كيف تماسكها. طيب أحمد، كنا عم نحكي منذ قليل واختلفنا، أو يعني اختلفت آرائنا بمعنى أصح عن موضوع تحديد النسل، وبما أنه تحديد النسل أسبابه هي اقتصادية ببلدان معينة مثل بالصين أو بمصر مثلا، يجب أن يحدد يمكن لأنه في كثافة سكانية. السؤال، الموضوع الاقتصادي قديه هو مهم ويؤثر على الأطفال سلبا في حال الأوضاع الاقتصادية ما كانت جيدة للأهل؟ نحن في بدنا ناخذ نحن شغلتين. يعني في عنا العائلات اللي هي ماشي بسلوك مقبول أو بسيط للحياة، هيدا السلوك الاقتصادي تبعه ما بيكون كتير في متطلبات، مش مبالغ فيه ولا في متطلبات مادية كتير. وفي عنا العائلات اللي هي عم تفوت أكثر بالسلوك المدني الحديث، واللي هي عم تعطي اهتمام مختلف للأولاد. يعني عم بيصير الأولاد بدنا نحضرهم نفسيا وماديا، وبنفس الوقت بالمدارس اللي هي بتعلم لغات أجنبية واللي كمان هي أقساطها غالية. فكل هيدي المطالب الرفاهية يعني. الرفاهية والمطالب، وصارت في جزء منها رفاهية، في جزء منها صار يعتبروا العائلات كأنه حاجة أساسية. يعني التعليم الجيد صار يعتبروا حاجة أساسية، يعني تعلم الأولاد لغات جديدة صار يعتبروا حاجة أساسية، بالرغم أنه مش بالضرورة يكون هيك. فهيدا بيراكم أعباء مالية كبيرة على العائلة، وبيخلي العائلة ما تعود تنجب أولاد كتير، تعطي كل ولد حقه من نسبة للمصاريف المادية الهائلة اللي هي عم تصرفها عليه. هون نحن بكون في عائلات عم تصرف مصاري كتير، أو ما عم تقدر تلحق المصاريف المالية الحائلة اللي هي عم تلحق الأولاد. مشان هيك ممكن هون يصير في تحديد نسل تحديد نسل طبيعي، لأنه بصير العائلات ما بتعود تنجب كتير، لأنه بدها تعطي رفاهية أكتر، مستقبل أحسن، تعليم أفضل. كله هيدا بيأثر على أنه على الإنجاب من جهة، من جهة تانية بيأثر على المداخيل، من جهة تالتة بيأثر قديش عم يشتغلوا الأهل تيقدروا يوفروا هذه الأشياء المادية. وطبعا هذا بيأثر على علاقتهم بالأولاد، هذه الفكرة اللي بدي أوصلها، بيأثر على يمكن الحب اللي بدهم يعطوا، ترابط العائلة، الاهتمام. وفي عائلات عم تنصدم انه عم تتعب كتير، الاهل عم يتعبوا كتير ماديا تا يقدروا يحطوا اولادهم بمدارس غالية الثمن، ويدفعوا كتير عليهم، وبعدين بيلاقوا انه الاولاد مش مقدرين كتير هذا الشيء، لأنه كانوا عم ياخذوه ببساطة. أكيد حنيجي نتكلم عن نصائح لما بعد الأزمات وكيف نتعامل معها. صح. ولكن قبل ذلك، يعني مثل الأزمة، ما تفضلت قبل الأزمة، يعني أصبحت عقولنا أو تربيتنا ناشئة على المادية أكثر من المعنوية. صح. يعني بالربي أن قيمة حياتك هي بقيمة ما تملك في جدارك من فلوس مثلا. صحيح. كيف ممكن إحنا نربي حتى أولادنا ونربي أسرنا، نقومها على أن في المال مهم؟ صح. ولكن لأي درجة هو مهم؟ مهم هو المفروض القيمة الأساسية للمال الحقيقي، لحتى تبني تماسك حقيقي للعائلة. أنه يكون المال دايما موجود بطريقة سهلة للأولاد. سهلة مش بمعناتها أنه يحسوا أنه كل شيء متوفر لهم، لا، وإنما ما في عتلان هم للمال أنه كيف بينجاب، ولا كمان في بزخ وإسراف وعدم تقدير للقيم الحقيقية للأشياء المادية. يعني لازم نعلم أولادنا أنه في أشياء ما فينا نشتريها لأنه نحن ما بدنا نشتريها أو لأنها غالية. لازم نعلم أولادنا أنه حتى لو كنا قادرين نشتريها، لازم نعلم أولادنا أنه نحن هني ما فيهم يحصلوا على الأشياء بسهولة. لازم يعلمهم أنه ممكن هني يجمعوا مصاري تيحصلوا على شيء حتى لو كنا نحن قادرين نشتري لهم إياه، بس نحن ما نعلمهم قيمة المسؤولية المالية. المال هيدا بيعود الأولاد أنه أول شيء يتحملوا مسؤولية مختلفة للمال،
تاني شيء بيخليهم كمان بنفس الوقت انه ما يخلوا المال وسيله وسيله للحياه، وانما ليس هو قيمه حقيقيه للوجود، مثل ما كثير عائلات او في كثير ناس صاروا عم يتصرفوا فيها كانه هي قيمه الحياه. العائلات اللي هي عم مبني بانية نفسها على اساس انه المال هو اهم شيء لها، لما يصير في ازمه ماليه بتتكسر كثير وبتواجه صعوبات وازمات حاده. اما العائلات اللي هي مبنية قيمتها على مش على قيمه المال الاساسيه، يعني المال مش محور حياتها، مش محور حياتها، فهو هون بترجع بتتماسك بشكل مختلف. بالعكس انه الازمه الماليه بتخلي الازواج يتماسكوا اكثر، يتكاتفوا اكثر تيحموا العائله ويحموا الاولاد. وهذا الشيء طبعا حسب بالقيم الأساسية للعائلة، كيف هن الأهل الزوج والزوجة كيف رسخوا هذه القيم مع الأولاد ومع العائلة. إذا كانت القيمة المادية عطينا حجم أكبر بكتير من الحجم الحقيقي لها، فوقت اللي بيصير في أزمة مالية بيصير في أزمة حقيقية للمرأة، للزوجة، للزوج، للأولاد، لكل العائلة. نعم. ويمكن ياخذوا وقت طويل يقدروا يتخطوها. طيب. أحمد، يعني لا شك بأنه أي أزمة معقول يمر فيها أي حدا كانت مادية أو غير مادية إلى حل، ولكن طريقة التعامل مع هذه الأزمة هي الأهم. ما هي النصائح التي تقدمها للزوجين بما أنه هن محور هذه العلاقة بالبيت لحتى يتعاملوا بطريقة ذكية وصحية بعلاقة بيناتهم مع الأزمة؟ لمن تأتي الأزمة، طبعا نحن بلشنا بأول مبدأ أنه يكون القيمة الأساسية للعائلة مش هي القيمة المادية. من بعد خلال الأزمة، أول شيء التكاتف هو شيء أساسي. ثاني شيء دايما منخفض دغري، يعني هذه ما نعمل إدارة مالية صحيحة بالعائلة، غير أنه نحن لازم نتكاتف مع بعض تنقدر نساعد العائلة ترجع تمشي الزوجين. أول شيء التكاتف، ثاني شيء أنه يتفقوا على خطة طارئة لإنقاذ الوضع الراهن. يعني افترض أنه نحن توقف مدخول لفترة، يعني الرجال كان عم يشتغل وقف شغل لسبب ما، شو ما كان السبب، فهون شو الخطة الطارئة البديلة؟ الخطة الطارئة البديلة كيف بدنا نخفف المصاريف بشكل كل المصاريف الرفاهية، قديش فينا نحن ننزلها ونضغط عليها؟ في عائلات بترفض يعني تحديا لنفسها، وهذا الشيء كثير غلط. في ازواج بيرفضوا، في رجال مثلا بيرفضوا، لا انا ما بدي نقص شيء على اولادي، لا نقص معنا شيء، ما لنا مشكله، لانه اذا ما نقصت عليهم هلا رح تعمل لهم كارثه بعد شوي، فمعنا شيء نقص عليهم شوي وخلي الامور ترجع تمشي بشكل لك. والشيء المنيح اللي كمان المهم كثير انه لازم يحكوا مع الاولاد اذا كانوا واعيين، يحكوا معهم ويفهمون انه نحن مارقين بوضع شوي مرحله دقيقه، فلازم يتعاونوا الكل. وعاده دائما الاولاد بيكونوا متعاونين وبيحسوا مع الأهل وبيوقفوا حدهم، وبنفس الوقت بيصيروا يمكن كمان يعطوا دفع أكثر للأهل أنه هم يعملوا إدارة مالية صحيحة. نعم أحمد، أحيانا بيكون في مشاكل وأزمات مالية ولكن غير ظاهرة على السطح، مثل الأسر التي تعتمد على في صرفها يعني على بطاقات الائتمان، على الديون، على على على، فيكون المنظر الظاهر للناس أنه الوضع المالي ممتاز ولكن هو منهار من الداخل. صح. لأي درجة ممكن هذه الأشياء تؤثر بدون ما الناس تلاحظ أنه هذا هو السبب الحقيقي؟ صح. ولكن تراكم ديون، وفي أغلب الأوقات هي ديون غير مهمة. صحيح. يعني هي أصبحنا نعيش أكثر مما تسمح به مدخولاتنا. أنا رح أنصح الناس يقروا كتاب، هذا كتاب فادني شخصيا وكل الناس اللي نصحتهم يقروا فادهم كتير، بس يقروا بطريقة مش أنه عم نقرأ كتاب، يقروا عن جد ويطبقوا الأشياء اللي هي موجودة فيه تيتعلموا كيف يعملوا إدارة مالية حقيقية لحياتهم مش بس للعائلات، لأنه هيدا اللي عم تتفضلي فيه مشكل كتير كبير عند عائلات كتيرة، أنه هن بيعملوا سوء إدارة مالية للمدخول والمصروف، ودائما ما بيتوقعوا الأسوأ، بيتوقعوا دائما الأحسن، وهذا الشيء دائما منه منيح. فالكتاب اللي بدي أنصحهم فيه هو أسرار تفكير المليونير لهارف إكر، هو بس هذا كتاب معروف عالميا، يعني اي حدا بيقدر يشوفه ويشتريه بالانجليزي او بالعربي. يلا رح نشتريه نحن الكتاب، رائع. لا لازم جد، لانه هيدا الكتاب بيساعد الناس انه يقروا شوي كيف سلوكهم المالي اللي ربيوا عليه خطا، واللي عم يرجعوا بيعملوا يا اما عم بيعملوا رده فعل على سلوك مالي ربيوا فيه. يمكن يكون مثلا واحد ربي بعائله كان فيها قله ماليه، فهو عم بيعمل رده فعل لانه هو بده يعيش ببحبوحه بشكل خاطئ، او بالعكس كان ما في قيمه للمال حقيقيه، ما في مسؤوليه للمال. يعني بتنظم لنا تفكيرنا المادي. بيكتشف واحد شو مشكلته مع المال وكيف لازم يعمل اداره
إدارة مالية حقيقية، وهيدي شغلة نصيحة كثير مهمة ضروري كل اللي عم يسمعونا عن جد يقروا هيدا الكتاب، لأنه فعلا أنا شخصيا ساعدني كثير كأرجع أعمل إعادة هيكلة للمصروف والمدخول وإدارة المالية، وبيفيد كثير، لأنه أول شيء بيكتشف واحد أنه عنده أخطاء مالية ما أنه منتبه لها، عنده قصص خطأ عم يعملها من دون ما يعرف شو عم يعمل، بيلاقي كارثة بعد يمكن 5 سنين أو بس صحيح. يواجه أزمة كبيرة. ومن ضمن القصص اللي بينصح فيها هذا الكتاب وكل الكتب اللي بيحكوا عن هذا الموضوع، أنه أول شغلة لازم يعملوها أنه ما يعتمدوا على الكريدت كارد، لأنه الكريدت كارد هي ديون غير مهمة لفترات طويلة، بتستهلك المداخيل كتير وما بتخلينا نعمل. أحمد أنا قرأت الكتاب وأجمل شيء فيه أنه بيعلمك أنه سبب تردي حالتك المادية هو طريقة تفكيرك، طريقة تفكيرنا يعتقدنا مباشرة نحو الفقر 100%. الكتاب رائع فعلا، هو أسرار تفكير صحيح. هو الطريقة اللي نحن بنفكر فيها هي بتخلينا نحن مرتاحين، مرتاحين نفسيا واجتماعيا وماديا، يا اما ما بتخلينا مرتاحين. يعني نصيحه لكل المشاهدين يقروا هذا الكتاب بنصيحه ساره وحضرتك. الاستشاري النفسي احمد يوسف، شكرا جزيلا على المعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها.